يوم سعيد من 6 ل 9 مع نبيل عبيد ومع الفريق الكل. معكم انتم مستمعينا ديما في الوقت هذا يجي حسام الدين الهمامي مع هو نعملوا زابينج ونشوفوا اخر الاخبار والمستجدات اللي نحنا بارتجيناها ولا اللي لقات هكا جلبت انتباه المتابعين. مرحبا حسام. صباح النور نبيله. مرحبا بيك ومرحبا بكافة السادة المستمعين. ان شاء الله نهارك اسعد الايام وان شاء الله يومكم سعيد داخل او خارج الوطن. كل من يسمع بينا او يسمع فينا حاليا على موجاتنا مرحبا بيه وان شاء الله نهاركم اسعد الايام. يسمع فينا فهمتها، يسمع بينا ما فهمتيش. اي ما يحكي له علينا مثال يحكيوا علينا هما باهي. وانت ايش مش تحكي عليهم تو؟ باش نحكي شويه على الاكتواليتي، معناتها الحاجات اللي صارت البارح، معناتها اللي ممكن تداولوهم برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. اولهم الموضوع نتاع رئيس الجمهوريه اللي استقبل البارح السيد عماد الحزقي رئيس الهيئه العليا للرقابه الاداريه والماليه، حكى على 2700 وثيقه مدلسه في الوظيفه العموميه والقطاع العام، هذا في قطاع واحد في ولايه واحده. هات نسمع الرئيس. شهادات كلها مدلسة، جزء من الشهادات التي توصلت بها، شهادات من الخارج وشهادات من الداخل. تقرير من التفقدية العامة تبين في هذا التقرير عدم صحة الختم في الشهادة، وأشار إلى افتعال وثيقة إدارية واستعمال ختم مزور، هذه في ولاية واحدة وفي قطاع واحد. في ولاية واحدة وفي قطاع واحد. اي نعم، في ولاية واحدة وقطاع واحد هم 2700 وثيقة مدلسة. كنقولوا وثيقة مدلسة راه مش بشرط هي شهائد علمية أكاهو، نحكيو على شهادة، نحكيو على مثلا رولوفي نتاع نوت، نحكيو على مثلا فورماسيونات، على برشا حاجات عملوهم العباد. علاش نبيل الكلام هذا؟ لأنه هذوما فكوا بلاصة حد آخر. فما إنسان كان أكثر منهم كفاءة وكان بلاستو نورمال كان نجم ينفع لدار العمومية، كان بلاستو غاديكا، أما هما فكولو بلاستو على كل توب الحساب الناس كل تجي الاثنية. إضافة إلى عمليات السطو على مبالغ تقدر بألاف المليارات في مختلف القطاعات بجهة الجمهورية. خلي عددك حدث ولا حرج. على كل ان شاء الله تنظف على قريب، هذاك الشيء نجم نقولوا كهو، لانه باش نمر لحد الان على حاجه اخرى عندها علاقه بالشهائد العلميه. المره هذه باش نحكيو على الجامعات التونسيه والشهائد العلميه نتاعها. الجامعات التونسيه الكلاسمون نتاعها مش اكل نحبوه احنا، اما كمان مش خايب. 5 جامعات تونسيه موجوده في الترتيب نتاع احسن 2000 جامعه في العالم اللي تصدروا هذه هيئه اللي هي سي دبليو يو ار، اللي هي هيئه موجوده المقر نتاعها في الامارات العربيه المتحده، بدات في السعوديه وفي الامارات، اللي تصنف كل عام تصنيف الجامعات العالميه. بالطبيعه سيطره شبه تامه للجامعات الامريكيه أكيد. والبريطانيه، تقدم كبير ياسر للجامعات السعوديه والجامعات الخليجيه الكل، الهنديه، تونس لقات بلاصه 948 عالميا لجامعه المنار، هذه مرتبه تعتبر جيده لألف جامعه. تونس عندنا جامعه المنار هي الاولى، بعدها يجي جامعه صفاقس في المرتبه 1141، جامعه المسير 1362، وجامعه كارتاج 1368، ثم جامعه سوسه 1928 عالميا. النجم خير برشا من هكا. يعني 5 جامعات تونسيه ضمن ال 2000 جامعه اللي اشملهم التصنيف هذا. كان من الاول يمشي على 100 جامعه، يعني ديما يقدموا ال 100 جامعه الاولانيين، فمن بعد وسعوا التصنيف. من بعد اللي يلزم يوسعوا، وكانت راهي في مرتبه متقدمه اكثر جامعه المنار قبل، كانت معناتها خير شوي، وكانت حتى الاولى في منطقتنا على الاقل مغاربيا. تو جامعه محمد الخامس في المغرب مش بعيد عليها برشا، تقريبا 6 أو 7 مراتب، اما على كل النجم بشوي خدمه. زعما شنو ينقص جامعاتنا مش ما تكونش في المراتب الاولى؟ والله الامكانيات، وكاهو الامكانيات، معناتها المخاخ ما شاء الله موجود، الناس اللي تخدم موجوده، الابحاث المنشوره فما شويه تعطيلات، خاطر هما الكلاسمون راه يصير على برشا حاجات، ممكن من اهمها كميه الابحاث المنشوره. معناتها انت باش تقول لي راك دكتور ولا راك عندك مثلا بحوث معينه، لازم تعطيني الابحاث المنشوره في دوريات مختصه. هذه ناقصه شويه في تونس. يمكن ناقصنا زاده مخابر البحث وامكانيات البحث وتسجيل البحوث من بعد اما كمان معناتها بالامكانيات الموجوده تسمى حاجه باهي. ما تنساش اللي جامعه تونسيه قاعد تخرج في برشا كفاءات. كان نحكي لك مثلا عن زوز من الجامعين التوانسه موجودين في قائمه التوب 2%، اللي هي قائمه 2% هذه تصدرها جامعه ستانفورد البريطانيه، اللي تعطيك اكثر العلماء الاكثر استشهاد بابحاثهم في العالم. نلقاو زوز من العلماء التوانسه، محمد بصيري الجلالي اللي تكلم البارح على مسيرته التعليميه بدايه من تونس من اللي سير جاب حتى اللي مشى
قرا البرة، وفما زاد حسين العايدي، هذم الزوز موجودين في قامة الأكثر علماء استشهاد بأبحاثهم. دخلت قريتها ليس كل حبيت نثبت، نلقى راي تغيين كبير ياسر لجنسية أخرى بر تونس حسب رأيك شنو هي؟ الأكثر استشهاد بأبحاثهم نتاعهم. تقولي السعودية؟ مش السعودية، الهنود. بالحق؟ الهنود تقريبا 98% من الليستة هذه تقريبا هنود. بون هي أمة المليار، معناتها عادي انك تشرق فيها برشا علماء، أما زادا راهم قاعدين يستثمروا برشا في الحكاية هذيا، ويستثمروا برشا في في المخاخ، لأنه هذا هو المستقبل. ما جاش البالي اللي الهنود يكونوا من أكثر البلدان، من أكثر الناس اللي الهنود، معناتها بون الناس اللي تفهم في الدومين، نقصتهم الكوميونيكاسيون كهو، احنا التوانسة خير منهم برشا في الحكاية هذي. هما ممكن معناتها حتى في المخاخ وفي البرمجه وفي الحكايه هذيك يخدموا اكثر ويقراوا اكثر، والمنهج التعليمي نتاعهم مش خايب، اما في الكوميونيكاسيون احنا خير، وذلك علاش ممكن ينجحوا برشا ديزاينر توانسه تلقاهم سواء في فرنسا في الاوروب في امريكا صحيح. او في اي بلايص اخرين. فما حمله عالميه موجوده حاليا لنصره القضيه الفلسطينيه، اما من ناحيه اخرى مش حكيوا على حمله بلوك اوت. بلوك اوت يقول القائل اشنيه؟ لهنا بعد تقريبا بعد اشهر من العدوان على غزه وبعد الاباده الجماعيه اللي قاعده تصير، برشا من الناس اللي يتابعوا في الحكايه هذه عملوا حمله مقاطعه للبضائع اللي قلت لك معناتها تدعم في دوله الكيان الصهيوني، اما زاد قاعدين عملوا حمله نتاع مقاطعه مشيت بريود بعدك رخت شوي متو قايد قال نرجعوا لهم. تو بعد قداش من شهر الفنان اللي قاعد نتبع فيه هنا، وهل يتسمى هو مؤثر؟ نحكيوا هنا سواء كان فنان او كان كوارجي او كان مهما كان نوع الانفلونس قاعد يعمل فيه. السيد المؤثر هذا هل هو يقاسمني نفس الافكار نتاعي؟ هل انا كي نتبعه وتبدا عندي قضيه من القضايا هل هو يدافع عليا والا لا؟ يلقاونه برشا مش ماشيين معهم. ولهنا نعاود نذكر نبيله لانه كلمه مؤثر تعنيهم الارقام اكثر من يعنيهم اي حاجه اخرى، معناتها بالنسبه لك انت انا مؤثر نجي باش نحكي مع سبونسور باش يحط فلوس معناتها علينا، اول حاجه نقولها له الارقام اللي عندي، قداش عندي على موقع التواصل الاجتماعي، قداش عندي كذا. الحمله هذه اللي هي حمله بلوك اوت اللي ماشيين فيها برشا من الناس معناتها نجوم عالميين، الحمله هذه تقضي اللي انت مش انك تلغي المتابعه، لا تبلوكيه كريمه باش ما عادش يعرضك جمله. السيد هذاك لهنا فما برشا نقص وبرشا ارقام، نحكيو على تايلور سويفت وما ادراك، نحكيو على كيم كارداشيان، نحكيو على كاني ويست، سيرينا غوميز، جاستن بيبر، ليبرون جيمس، لهنا عديد الاشخاص والشخصيات العالميه اللي عندهم ملايين المتابعين. هذه وين على الانستغرام عملوها؟ موجوده على الانستغرام، موجوده على الفيسبوك، موجوده على على كل مواقع التواصل الاجتماعي، تقريبا على كل مواقع التواصل الاجتماعي حمله قاعدين يعملوا فيها. انا كمتابع لك انت وانت ماكش قاعده تعبر وقت اللي نسحقيتك باش تعبر على القضيه العالميه نتاعي، انت ما عبرتش عليه مو لبس تبع فيك، ما فهمش علاش حمله بلوك اوت تنجموا تتبعوا البلوك اوت مكتوبه معاها 2024 تنجموا. اكثر حاجه دخل. عجبتني في مسانده ونصره القضيه الفلسطينيه هي التحرك الطلابي الجامعي في كل الدول من العالم، معناها نعم. بالحق تحرك قوي بالكدا بالكدا صار هو ابار التحرك القوي، لانه توا ولات التحرك الطلابي ولا محور نتاع مزايدات سياسيه. تعرف ترامب شنو قال لهم البارح؟ قال انا كان باش نشد باش نطلع الرئاسه مره اخرى، اي انسان باش يكون يناصر القضيه الفلسطينيه باش نخرجوا من الجامعه وباش ما عادش باش نعطيه الفيزا جمله، معناتها وليت محور تاع مزايد، وليت فما ناس كشفت التحرك الطلابي وقداش قوه التاثير نتاعو ولا يلعب على العنصر المضاد. هنا يظهر لي معناتها وقيت زاد الناس تتفاهم على شارة معينه، رمسانه القضيه الفلسطينيه ما عندها حتى علاقه باي نوع من التطرف، هذوما ناس عندهم قضيه عادله واباده جماعيه قاعدين يتحركوا لها قدام الناس الكل، فلذا يظهر لي المزايده السياسيه اخر حاجه نجموا نحكيوها. انا نتصور حتى اللي مثلا المثال اللي اعطيته مش تكون ضده مش في صالحه الحكايه، معناها حتى كان ما تعرفش الواقع الامريكي راهو بعيد ياسر على اللي نعرفوه احنا. على كل هما تو مش راضين على بايدن، البديل هو ترامب، لكن ترامب بعد التصريح هذايا هل مش تزيد حظوظه في النجاح ولا مش تقل؟ هذايا نعرفوه مع الايام. للمتابعه نبيله باش نختم بعجاله معناتك باش نختم متيو، فما حاجه جديده صارت البارح ممكن انت ممكن ما تبعهاش برشا ولا انا ممكن ما تبعهاش برشا، مي حاجه باش تخلق ثوره. ثورة بالرسمي فعليا، نحكيو على النموذج الجديد اللي خرجته الاوبن اي اللي هو يحكي على الجي بي تي 4 او. او معناتها يحكي على اومني موديل اللي هو معناتها موحد لكل الموديلات القدم. جديد في هذا برشا حاجات، اولهم انه هو بلاش، اول مره جي بي تي تخرج حاجه بلاش باش تنجم تحكي معاها معناتها تتفاعل معاها تسال السؤالات اللي تحب عليهم. هنا نحكي وسامحوني على الذكاء الاصطناعي، لانه أي. فما برشا ناس من اللي يسمعوا فينا ما يعرفوش حتى شنو الجي بي تي هذا اللي نحكيو عليه. صحيح توا ما نعرفوش، مي قريبا جدا باش تولي حاجه لازمه. هو علاش خلينا نفسر اكثر لهنا، باش يولي يفهم الكلام المنطوق، تبدا تحكي معاه يفهمك،
مهما كانت اللغه نتاعك ومهما كانت اللهجه نتاعك، يعني ينجم يميز اللهجات واللغات، حتى اللغه العربيه موجوده. المكتوب ينجم يفهم التصاور، ينجم يميز الاصوات، ينجم يميز نبرات الاصوات، ينجم يميز ملامح الوجه والمشاعر في الصوت في الوجه والاطار العام نحكي على الديكور نتاعك، ينجم يفهم السيتواسيون نتاعك انت اسكو شيخ منرفز على اعصابك لا. وزاد عملوا عنده سرعه اجابه مع التون ريبونس ولات اقوى برشا من قبل، اقل من ثانيه يجاوبك. مثلا سالته سؤال ما عادش يقعد داك الوقت يبدا يجاوب فيك وميم تون قاعد جينيري في في, في, في السؤال. عملوا تجربه مخذاو ترجمه فوريه، انا نحكي كان تونسي كهو، نبيلة تحكي كان طليان كهو، عملونا ترجمة فورية الزوز ولين نحكيو بالطليان ونفهموا بعضنا في نفس الوقت. هذا يظهر لي زادة مشكلة المترجمين الفوريين أبارامو خدمتهم مش تنقرب في الشك تويكا. وكما زادة حتى حكيت الديفلوبير مع الناس اللي قاعدة تخدم في البرمجة، برشا قالوا لي البرمجة ما عادش كما قبلين، وتو ما عادش تبرمج تكتبك الكود وكل شيء، لا البرمجة ولات تكتب النص، تقول له صور لي واحد شاد اورديناتور قدامه موجود مثلا في بلاصه كذا كذا، هو يصور لك حسب الكوموند اللي انت عطيتها. الجي بي تي هذه اللي مشات لك برشا مقترحات، تقول مثلا انا اليوم راني خارج باش نسهر شنو نجم نلبس، يعطيك حسب التقريب شنو نجم تلبس شنو نجم تعمل. الحقيقه قد ما نوصف لك انه البارح تفرج في البريزونطاسيون نتاعو حاجه ثوره. وقتاش يكون معناها هو متوفر؟ هو حاليا تدخل ومتوفر مجانا وموجوده كوبيز اذا تقع على الويندوز. حاولوا حتى كان انسان ماكش ما عندكش معناتها غرام برشا بالذكاء الاصطناعي، حاول تجرب ادخل راك باش تكون مغروم، لانه قريبا جدا باش تولي ضروره للناس الكل وتسهل حياه برشا عباد. زعما ينجم يعطينا الميتيو اخبار الطقس اكيد، ما نحن ما نستغناوش على عبد الرزاق الرحال الحقيقه.